والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم يوسف وهبة، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لشركة جيت تكستايل سليم شنكايا خطط شركة توسعية بالسوق المصرية للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية. وأشار عبد الوهاب إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث يعد قطاعا كثيف العمالة ويوفر عددا كبيرا من الوظائف. هذا وأعلن سليم شنكايا خلال اللقاء استهداف الشركة زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بقيمة 70 مليون دولار في نشاط الغزل، ليتجاوز حجم استثماراتها 220 مليون دولار في صناعة الغزل والنسيج. استقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفدا من مستشاري الاقتصاد والتجارة في دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة في إطار استراتيجية المنطقة الاقتصادية لفتح آفاق للتواصل مع المستثمرين حول العالم. وبحث اللقاء سبل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات بين المنطقة الاقتصادية وشتى الشركات والتحالفات العالمية، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، وذلك استكمالا للدور الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية من خلال موقعها الفريد والمواني التابعة لها. ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل بلغ 1.55 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.19 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 29.5%. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول حوض النيل بلغت 17.8% لعام 2021. عبر المزارعون في محافظة المنيا عن فرحتهم بحصاد محصول البطاطس والذي حقق إنتاجا وفيرا هذا العام. هذا وتعد محافظة المنيا هي الأولى في إنتاج البطاطس على مستوى الجمهورية، حيث تمتاز بمناخ يتناسب مع زراعة هذا المحصول، كما أن مزارعيها لديهم خبرة كبيرة في زراعة تمتد لمئات السنين. وتبدأ عمليات حصاد البطاطس في المنيا منتصف شهر نوفمبر من كل عام وتستمر حتى منتصف يناير، وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد بين 8 و12 طنا، وقد حقق المحصول مكاسب مرضية للمزارعين الموسم الجاري. بالنسبة للمحصول البطاطس لما يبدأ من 10/8 نطلع البطاطس، وبعد ما نطلع البطاطس لما تقعد 20 يوم في البيت تحضر ومنجهز لها الأرض ونرويها ومنزرعها، وما تقعد 3 أشهر أو 4 أشهر في الأرض على حسب ما الفلاح مدي له عمر، وعلى حسب السوق احتياج السوق، وعلى حسب الصنف. والصنف ما يبدأ في صنف ما يبدأ من 5 طن لحد 6 طن، وفي صنف ما يبدأ من 8 طن لحد 10 طن المعدل العالي بتاعه. الحمد لله احنا بدأنا موسم البطاطس، بسم الله ما شاء الله سنة كلها خير إن شاء الله، من بداية السنة حلوة. طبعا الخير يعم على الكل، والدنيا كلها مرضيه ومبسوطه، واديكم شايفين الزرع بسم الله ما شاء الله والحمد لله رب العالمين، يعني زرع كويس وكتير وسهل الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين.
وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقية بنحو يقدر ب 7.2 مليار جنيه ليغلق نحو 9314 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14498 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 56 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 64 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25 جنيها فاصل 85 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 94 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 30 جنيها فاصل 3 قروش للشراء و30 جنيها فاصل 13 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات فاصل 68 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 70 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات فاصل 53 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 55 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1776 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1552 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1810 جنيهات للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 2068 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 14480 جنيها. تراجعت الأسهم الأوروبية بضغوط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة، إذ أثارت بيانات قوية لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة. وهبط المؤشر ستوكس بنسبة 6% بواقع 0.1% مواصلان الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي. وتراجع مؤشر الطاقة بنسبة 0.7%، فيما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 0.6%. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى يوسف وهبة. أشكرك ميرنا.